سعداء جدا في هذه المباراة اللي كانت مباراة حماسية ونشيطة، فرحنا ونشطنا رغم أننا نعرفوا الفريق البلجيكي الحاصل على الرتبة الثانية عالميا، ولكن الحمد لله منتخب المغربي تأهل، وكنتمنى التوفيق للمنتخبات العربية أيضا، ويكون إن شاء الله كأس العالم كأس مغربي أو عربي. كانت مباراة جميلة مع ثلاثة نلعبوا إن شاء الله. Moi exactement, je suis belge, mais j'ai mon cœur au niveau du Maroc. Et franchement, je supporte, j'ai toujours supporté le Maroc malgré que je suis belge. Mais alhamdoulilah, le Maroc a gagné. Et je suis désolé pour les Belges, mais alhamdoulilah, on est tous contents au Maroc et ça fait du bien. Et alhamdoulilah. شكرا منتخب، برافو، كنبغي بلادنا ديما ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. أنا فرحانة بزاف بالمغرب حيت ولا بالنهاية. ديما 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 المنتخب الوطني. برافو عليهم برافو عليهم، تبارك الله عليهم، حملهم الله وجبدنا.